أهمية عبد الناصر في وقتنا ده النهاردة سواء في مصر أو في العالم عامة؟ عبد الناصر بالنسبة لناس كتير لحد دلوقتي لسه بيمثل رمز. يعني في 2011 ببساطة ناس كتير نزلت رفع صور عبد الناصر لأنه هو موجود في الذاكرة الجماعية دي، فكرة أن البطل ده اللي هيجي وهيعمل التغييرات الشديدة دي اللي هتخلي حياة الناس ببساطة أحسن، لأنه هو فعليا ساعتها خلى حياة الناس أحسن بس ما خلاش توصل لأحسن حاجة ممكن تبقى، بس هو عمل التغيير ده، عمل النقلة الكبيرة دي اللي هي طبعا نقلة ثورية، فالناس لسه فاكرة ده وعايزة ده ثاني. لا عبد يعني من خبرتي في قرية وكده، عبد الناصر بيمثل حلم لكل المصريين. عبد الناصر مش شرط يكون تجربة عبد الناصر نفسها، عبد الناصر بالنسبة لأغلب الناس دي بيمثل فكرة معينة أو أمل معين في أن مصر تكون دولة مستقلة وحرة وتقدر تدافع عن نفسها وتقدر تقول لأ لأمريكا وتقدر ترفع الشبشب لروسيا. والتعبير لا ان دي التعبير اللي كنت بسمعها عندنا في البلد لما الناس تكون بتتكلم عبد الناصر عن عبد الناصر. وبرغم ان انا اتولدت بعد ما عبد الناصر مات ب 22 سنه، بعد موته حتى 30 و 40 سنه كنت بخش بيوت ناس والاقي صوره عبد الناصر متعلقه على الحيطه، وده واحد مات من 40 سنه. بس لان بالنسبه للناس دول هو مش بس الراجل اللي ادالهم الفدانين ولا الثلاثه اللي هم بيحتكموا عليهم وبياكلوهم عيش، الراجل ده بيمثل بينتهي ان هو بيمثل فكره ورؤيه وامل ليهم والمصر كلها. والصوره دي مش بس في مصر، الصوره دي اتنقلت كمان لدول عربيه كتير. الصوره دي بتلاقيها في لبنان، بتلاقيها في الكويت في الدول العربيه وفي افريقيا وحتى في لاتين امريكا. يعني تلاقي تشافيز لما كان بيتكلم على عبد الناصر، ولا تشي جيفارا لما يتكلم عن تجربه عبد الناصر. هو انت فعلا عبد الناصر بينتهي كرمز الفكره اكتر منه الشخص نفسه. فالشخص ليه اخطاء وليه الحتت اللي هو فشل فيها، بس الفكره اللي هو بينتهي بيمثلها فكره مهمه جدا، خصوصا في وقت زي ده، وقت احنا حاسين فيه ان احنا مستعمرين اكتر ما كنا مستعمرين ايام ما كان الانجليز موجودين فعليا في البلد. وده باين في كذا حاجه، يعني فكره ان هو كرمز باين بعد 67 بعد النكسه لما تنحى والناس نزلت تعمل له مظاهرات. طبعا قيل ان يعني ان هو كان ورا جزء من الموضوع، حتى لو ده حقيقي فكرة ان الجموع دي كلها تنزل دي حاجة مش سهلة. في جنازته كان 6 مليون مواطن تقريبا كانوا في الشارع، وكمية الناس اللي تاهت وما تاهتش. واحدة من اكبر الجنازات في التاريخ طبعا. حوالي 20% ل 25% من الشعب نزلوا الجنازة. يعني ولما الواحد بيتفرج تاني ويتخيل نفسه في الموقف ده وبيتأثر، لان هو الموضوع مش بسيط، لان الناس اللي تعمل كده وتركب فوق القطارات وطبعا في حاجه نكته مش عارف انتوا عارفينها ولا لا، لما واحد دخل القهوه ففي 3 صور متعلقين، فبيقولوا له دي صوره، بيسال دي صوره مين؟ على صوره الملك فاروق، قال له ده الملك فاروق، قال له مين ده؟ قال له ده الزعيم عبد الناصر. وجه عند السادات قال له مين ده؟ قال له ده المعلم صاحب القهوه. يعني النكته بتوري ازاي الناس يعني كانت بتشوف التغييرات اللي حصلت وازاي كانوا بيتعاملوا مع السادات بشكل مختلف تماما عن اللي قبليه، الحد اللي هو جه وعمل النقله الكبيره دي في حياته. شكراً. Thank you very much.